البارح الخوش كان واحد من اهم الايام في تاريخ الهيب هوب كان، حيت كانت البارح الجنازه ديال واحد من اشهر الروابط في العالم، دريك الصاد دريزي ذا سيكس جاد ذا بوي. داكشي كامل البارح شانش طوح واحد خوه سميتو كيندريك لامار، واحد الكلاس مبلبل، كلشي تيقول حاليا انه هذا احسن كلاس داز في تاريخ ديال الراب. ما خليني من كلاسات الفيلم قتيله وكبلبل، ولكن زعما كلاس موسيقي راه احسن واحد داز في التاريخ هو هذا. حيت اول حاجه هذا كلاس بين تايتنز ديال الراب الامريكان، يعني افضل زوج كاينين في الراب الامريكان بحال قلتي ديزي دروس وطوطش كلاسه، و الى جينا نقارنوهم راه غيكون دريك هو طوطش قريبا، وغيكون ديزي دروس هو كيندريك راه قصير شويه. ماذا فاك ذا بيج 3 نيجا اتس جاست بيج مي نيجا بام ذيس توب ساي جاب يو بيتر جاب اند جيف ام 50 got a weird case why is he around certified lover boy certified pedophiles صدق ما نصرح لكم بلان كيدير، ولكن لما تشوف سامثين من الصغر، ماشي من الصغر عاوتاني، من ديك الفترات المراهقه بلان مشي كتلقى كيسمع راب مغربي راب فرنساوي بلاناش. انا كنت من الصغر وانا كنت مزك للراب ديال الامريكان، وماشي اي راب ديال الامريكان، كنت نسمع لكيندريك لامار، كنت فان ديال كيندريك بزاف شحال هادي في الصغر. واحد الدليل الدراري هادي الدراري ميرس ديال كيندريك لامار فيها ستار من الالبوم ديال What happens on earth stays on earth ديال الالبوم ديالو دام. كان عندي واحد تريكو اخر ما لقيتوش كنت غنوري لكم تا هو. المهم انا من الصغر انا كيندريك نسمعه اون ريبيت تقريبا كاع الاغاني، نقدر نقول لكم سامع كاع الاغاني ديال كيندريك. ولكن مؤخرا فاش كيندريك دار واحد الناس ما بقاش كيلوح جات الرايتر بلوك، فهمتي تبلوكا ما بقاش قادر يكتب، انا فهمتيني وليت كنت مزك لدريك. فاش درت فحال هذاك 19 سنين 21 عام وليت كنت مزك لدريك بزاف، دريك ولا فهمتي كيمزك دريك 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 فحال هكذا فيوتشر كاني بلانات فحال. سو انا دريك طحت في ديك السيتياسيون ديال ما انا فان ديال هذا ما انا فان ديال هذا، انا كنت مزك كنت نسمع. دابا غنشرح لكم الدري اول حاجه البيف ولا الكلاس هذا كيفاش ناض، نقول لكم الاوبينيون ديالي. انا قلت لكم في الاول كيندريك ولكن فهمتي ماشي 100%، راه نقول لكم الاوبينيون الواقع ديالي شكون اللي ربح في هذا الكلاس. حيت الكلاس راه ماشي بحال ماتش ديال الكره، ماشي فرقه ماركه تجوز ربحات، لا كلاس ما كتعرفش لي فان هما اللي كيديسايديو شكون اللي ربح، يعني كل واحد وراي ديالو. كاين اللي كيبان لي انه دريك هو اللي ربح، كاين اللي كيبان لي انه كيندريك هو اللي ربح، الا الى شي واحد هز يديه فهمتي قال فحال. سو كيندريك لامار الخوش واحد من اكثر رواب الناجحين في تاريخ الراب كامل، لانه هذا الان وورد عنده اكثر من 17 جائزه جرامي الدراري، وعنده البي اي تي بالبالة والامباكت اللي دار في الراب، وعنده واحد الجائزه اللي ما كاينه عند حتى شي رابر، صوت حتى شي رابر ما عنده الجائزه، لا جيزي لا كيندري لا ام ان ام لا دري، حتى شي واحد ما عنده الجائزه اللي كاين عند كيندريك لامار اللي هي البوليتزر برايز. هذا البوليتزر الدراري هي واحد الجائزه كتعطى فهمتي للكتاب بحال هكذا، الشاعر هذا تيكتب لي بويم هادو فهمتي المفكرين. اول كيندريك لامار الدري حيت كتب الب، راه كريدي اللي جيت تفكر فيها كريدي شو راه الجراميز ودوك الجوائز ديال البيلبورد داكشي زعما انه عنده علاقه بالموسيقى بقى هنا، والبوليتزر جاي غادي يزيد نوبل فهمتي، غادي يزيد التفكير والعلم وداكشي، يعني راه كريزي كيفاش رابر خدا هاد اللعيبه. انتم عارفين الراب راه واحد الارت اللي اندر جراوند فهمتي، ماشي بحال ماشي تي كونسوماش مين ستريم، وهذا هو انا كيجيني واحد من الاسباب اللي مخلين هاد الكلاس ينوض، حيت دريك دافع الراب لجهه المين ستريم كما كيدير دابا طوطو فهمتي. الراب تيخلي كلشي يسمع الراب، كتلقى بنات كيسمعوا الراب، دراري صغار كيسمعوا الراب، ناس كبار كيسمعوا الراب، وهاد شحال قلتي تيميع الراب. كيندريك باقي مستيكي شويه الديفينيشن ديال الراب فهمتي، هو تيدير شي لعيبات مين ستريم، ولكن انا كنشوف كيندريك باقي مستيكي كثر للراب على دريك. دريك بحال قلتي ميع، غير هو دريك حتى هو ناضي الدراري، دريك حتى هو ناضي. حيت كاين دريك وكاين دريزي ولا تايم ستامبس دريزي ولا سيكس جاد ولا ذا بوي ولا ذا دوغ فهمت. دابا دريك عطيهم كونسيبت بحال هذا، كاين دريك اللي تيغني فهمتي ديك المية ديالتك ديال الكلاب داكشي اللي كتلقى ضارب الملاير في يوتيوب وكذا، كاين دريك اللي كيرابي اللي كيواعد هو دابا اللي داخل في هاد البيف، هو اللي كيتسناو الناس دابا يجاوب على كيندريك. فايت توب فروم ا بيتش ذات ورك ات كوربريت سيل لونجيفيتي وندر هاو لونج ا تشيك فور مي. واجين بالنسبه للناس فهمتي اللي ما فاهمينش هاد البارج بزاف في اليو اس راب كذا ما كتمزكوش بحال قلتي طوطه ديال الحلمات ادو ديال قفروها مع الفرد هذاك الديسك، وطوطه ديال المغير فهمتي واحد تيسبازي وواحد تيغني وتيبلبل باش يجيب لي فيو لعيبات. من غير هادشي دريك هربان، حيت باش تكون من كندا وتجي وتفرد كيندريك، لا كيندريك راه من كومبتون. شنو هي كومبتون؟ راه هي فين كانوا الان دبليو اي ايزي اي دكتور دري بالبال فهمتي. اما دريك راه من كندا فهمتي، كندا وباش بوزي راسك في امريكان دوله ماشي ديالك صعيب القضيه الصاد. واخا هكاك دار دريك ولا من احسن رواب حاليا، نقدر يكون دريك هو احسن رابر حاليا، يعني ني صعيب المشتر على دريك. واخا هكاك دار واش تيخلي دريك ناض، دريك هو عنده 5 جراميز، واحد من اكثر الناس اللي ضاربين لي في سبوتيفاي في التاريخ، الارقام هرسهم هرس بزاف الارقام دريك راكم عارفين، لا في يوتيوب لا في كاع البلاتفورمز. سخونه هيت ميك.
سو كيفاش بدا هذا الكلاش بين دريك وكيندريك؟ في البدايه هما كانوا في كانوا 20 فهمتي، حيت دريك كان مصور قبل من كيندريك واحد الشو، وف واحد الشو كان طلع هو وكيندريك وايسا، فهمتي القضيه كول. كان كيندريك عنده واحد الشو في 2012 في تورونتو في هذه المدينه ديال دريك في كندا، وانفيت دريك وقضيه فهمتي امور زوينه داروا فيه عاوتاني عند ايسا براكي في فوكين بروبلم. المهم يا عيني الامور طيبه. في 2015 لا ماشي 2015 2014 شحال بحال هكا، واحد رابر سميتو بيك سان اللي كان هو في المنافسه ديال كيندريك لامار، كانت شحال كانت المنافسه شحال هذه ماشي بحال دابا، كان كيندريك لامار بيك سان بيك كريت ايساب روكي دريك، كان ديك لعيبه الاكس اكس ال كانت مبلبله، كان رواب فهمتي قبل الكليكه كاملين كيتنافسوا كاملين نفس النيفو كاملين نفس الفيوز غاديين. كان واحد رابر سميتو بيك سان دار ديسك وكان فيه فيتشرينغ كيندريك لامار. كيندريك لامار اش غيدير؟ غيكلاسي كاع دوك اللي كانوا متنافسين معاه ما فيهم داك خونا اللي معاه هو في الاغنيه بيك سان، شي 15 واحد غيسميهم غيقول لهم نتوما راكم عسلاني ولكن فاقوا معايا عن كلاشي حبكم فاقوا معايا. الراب ما فيش عشير، الراب فيه الكلاش. هذاك الفيرس الدراري غيبلبلها وا كلشي كلشي فهمتي كيما طاري دابا تقريبا كلشي ناري كيندريك لامار كلاش كلشي بالبال هكذا هذيك. دريك وجي كول اش غيديروا؟ ما غاديش يجاوبوا ايميديتلي ولكن غيبقاو يسنيك ديسيو مع الوقت. كلاش مخبي كلاش مخبي كلاش مخبي، خليكم تسمعوا شي القيطات منهم مع الترجمه واللايفات. I would have all of your fans if I didn't go popping. I stayed on some conscious shit. Niggas fake progressive and woke. Peeped how they profit off of racial stress. I walk in godly form amongst the mortal men. غيلوض كيندريك لامار في 2016 قبل ما يخرج الالبوم ديالو الدين هذا. قبل ما يخرج هذا الالبوم هذا يخرج واحد ديسك سميتو The Heart Part 4. The Heart هي واحد السلسله ديال الاغاني فين تيدوي فيها من قلبه. واغلبيه تكونوا فيها كلاسات على نفس البلا اللي تيدير حلمه ادون جات تقريبا نفس الحاجه كاع الا قارنتي الكوفرز ديالهم غادي يبان لك نفس البلا. المهم في حلمه ادون كيندريك لامار 2016 شنو غادي يطرى؟ غادي ينوض غيدو على هذا البلان، غيخرج بنادم نيسا دريك جي كول بيك سان. كان واضح من ذاك الكلاس انه هاد الثلاثه هما اللي مقصودين من ذاك الكلاس حيت ما تما حتى واحد، ولكن اتس ابيس على من كان كيدوي. من موراها كيندريك غيدروبي واحد الالبوم ديال الكولاب مع ذاك بلاك بانثر، وراه غيدير واحد الغبره ديال 10 4 سنين بحال هكذاك، وخرج من الليبل ديالو اللي كان مع شركه الانتاج تي دي اي زعما اللي كان معاهم هما الليبل ديالو، وغادي يصوب ليبل ديالو اللي سميتها بي جي لانغ. باقي ما دارش والو حاليا هذا الليبل، ولكن قال لك تيفوكسيو على انهم يجيبوا تالنتس جداد بالبال. المهم دريك وجي كول ما كانوش ناعسين، كانوا في البرايم ديالهم كانوا في الجوع. تما فين قلت لكم داك عجبني دريك بيريود فين كيندريك غيمشي ينعس وما غيفيق. جي كول بالبال دريك بالبال. المهم راكم عارف دريك وجي كول ولاو هما اللي هاكمين، وكانوا ديما كيبقاو يسنيك ديسيو ما كيجيوش نيسان فهمتي كلاس تحت السطور. كما قلت لكم كيندريك ما كيعجبوش هاد اللعيبه اثنين كلاسيك تحت السطور، لا وانا مسميكم نتوما مسميات كنتو مش كلاسي ومتاع السطورة وتقولوا احنا الواعرين وكذا ما بلان صح، وانا ما كانش غير غابر وساعة كان كيسمع لش وقت مستقطع غادي يطرا واحد البلان في 2018 غينوض واحد راب تا هو ناضي سميتو بوشيتي غينوض وغيكلاشي دريك، واحد من اكثر الكلاشات المؤثرين في تاريخ ديال الكلاشات كاملين من المتنبي الى يومنا. علاش؟ هاد الكلاش الدراري بسببه دريك غادي يتقبل ولده بسبب كلاش صاحبي بسبب اغنيه. دريك كان الدراري عنده واحد الولد، واحد دريك فهمتي كيبغي يدير فيها كيبغي يدير فان عنه عزي وكذا، ولكن دريك فهمتي باه كحل امه بيضاء شهبه زعما ميكست هو ومن كندا زعما فهمتي بحال كتجي كيحسوا به داخل هو في الكولتور ديالو مع والد امريكا. ومني دريك ولد واحد الولد مع واحد المرأة بحال شي رونالدو مزوج بها ولد مع ولد، داك الولد خرج الدراري سبحان الله فهمتي ما دريك كان كيتوقع يخرج شويه كحل باش يقول لهم انا ولدي كحل وانا منكم النيجز بحال الزبده الدراري. شو دريك يدير؟ دريك شنو غادي يدير؟ غيقرر انه يخبي ديك الدري ما يبينوش للبوبليك ما فهمتي ما كاين كيقول لك انه ما كانش معترف به كاع انه ولد. مورا ما غيخرج بوستي غيعرف على ذاك البلان بشي طريقه غيعرف انه دريك مخبي ولد ما تعرفش به حس هو بيض وكذا. اي كلاسي بديك لعيبه لانه هو تيبغي يبان انه عزيز باش يدخل في الكولتور كذا ديال البلاك سميريكان راب كذا، حتى الراب فهمتي الكولتور ديالو هو الاول عواد تقريبا في امريكا. دابا ديك الكلاس الدراري دريك اوفيسيالمون غادي يبين لهم ولدو ادونيس تما غيعرفوا خونا بوستي كلشي هز ليه القبعه مور ذاك الكلاس. صو هذا الكلاس هذا الدراري بوستي عقلوا لي مزيان تاو كاين في ستوري جبدو كان ديك لامار عاوتاني. العام اللي فات 2023 غيخرج واحد الديسك اللي سميتو فيرست بيرسون شوتر زعما اف بي اس. Just know if I diss you I make sure you know that I hit you like I'm on your call ID. الديسك كان جامع بين جي كول ودريك فين كانوا كي كومبليمنتيو راسهم. الديسك ما عندو حتى حاجه اخر كيدو عليها من غير الايكو،
حنا واعرين. وكانوا دواو ولكن دريك كانوا شكراو في الديسك، يعني الناس فاش سمعوا الديسك ما توقعوش انه غيكون كلاس، قالوا هذا راه فهمتي راه شكراو كندريك لامار، حيت قالوا المهم الترجمه ديال الفيرس ناي قال لك الناس كاملين كيديبيتيو وكيتناقشوا شكون هو احسن رابر، واش انا واش كندريك واش جيكون. حنا اكبر تولاتي في الراب بحال وي ستارد ليك شحال بحال هكا فهمتي، حنايا اللي كاينين. ولكن موراها هنيسان غيقول بر راي ناو في لايك محمد علي، ومحمد علي كلاش يقول ام ذا وان بحال قلتي خونا لهم اه حنا ثلاثه ناضين ولكن حاليا ام ذا وان. دريك تا هو لا ميم شوز قال لك انا ومايكل جاكسون فهمتي كاملين كيقارنوا براسهم شي وحدين اللي هما النمبر وان باش يقول لك حنا اللي كاينين واكسكلوديو كندريك من اللعيب. هنا كندريك ما غاديش يعجبو الحال وغيكون كل يوم واحد اللعيبه اللي ما غادي تلاح حتى 2024 شهر 4 الدراري. لايك ذا لايك ذا واحد الاغنيه اللي خرجها مترو بومينغ وفيوتشر في الالبوم ديالهم وي دونت تراست يو. هذا الالبوم الدراري اللي كان مخصص لدريك، ماشي مخصص لدريك ولكن السبب كنت شوف انا علاش تلاح ذاك الالبوم هو دريك. فيوتشر كان غيكلاشي دريك بعد ما كان عشيرو، مترو هو غيكلاشي دريك مورا كان كيبرودوسي ليه، وكندريك لامار غيتجومبي في واحد الديسك وهذه هي اللي غادي تبدا اوفيسيالمون بحال قلتي هذه هي البدايه ديك الصفار ديال ايه ديال المدرسه تما فين غادي يبدا الكلاش اوفيشالي ما كاينش تحت. كندريك لامار غيقول لهم فاك ذا بيك تري، ما كاينش حنا ثلاثه كاين بيج مي كاين انا بوحدي توما تهلا اي كلاسي دريك اي كلاسي جي كول كلاس الدراري فهمتي مع 12. بوم هذيك ديسي لايك تاع خلي لكم راه كاينه الترجمه ديالو كاين كلشي سمعوا ليه، قولوا لي البلان ديالكم كي داير ما غاديش رياكتيو دابا الا طلع شي ديسك فيوتشر مي بي رياكتيف برا، ولكن دابا غادي نقول لكم البلان كي داير وصافي. الديسك كان كاتشي برا وجوله كان زوين حيت مترو هو اللي برودوس هذاك الديسك و ترافيس سكوت الصاد كان في واحد الشو قال لهم طلقوا لي هذيك الديسك قوش من هذاك الديسك قال لهم طلقوا لي هذيك الديسك كيطلع فيوتشر يقول لي عافاك طلع لي هذاك الديسك. الديسك كان نويدي وبنادم ما فهمش كيفاش فيوتشر يلاه كان عشير دريك لاحو البوم مجموعين كيفاش البلان كدا قادي فهمتيني سخناش الكلاش بدا بنادم بدا كيحسب الوقت شحال د الوقت باش غيجاوب دريك ولا هذا. دريك ما غاديش ينوض دريك غيبقى ساكت غادي ينوض جيكول حيت جيكول هو اللي ليريسيست كثر فهمتي هو اللي عنده شي الكتابه واللعيبه. دريك المهم زيكو صافي غينوض دريك جيكول من حيث لا نعلم غادي يلوح البوم البوم الدراري غيلوحو في الاخر ديال داك الالبوم غيكون واحد الديسك اللي سميتو 7 مينيتس دريل بحال قلتي اكزيرسيس ديال 7 دقائق فين غادي كلاشي كندريك لامار تراك موجه نيشان لكندريك لامار سيرو انت تا 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 سام وات ذا فاك يو توكين اباوت. First shit was classic, your last shit was tragic, your second shit put niggas to sleep but they gassed it. الديسك كان عباره عن كلاشات فهمتي موجهين كما قلت لكم كندريك فين كان كي كلاشي فيه وتينقص من القيمه ديال الالبومات اللي لاح كندريك قال لي الالبوم الاول ديالك شويه الالبوم الثاني ديالك خارج ثالث كاع رابع مقتول واحد اللي قال لي شويه هو هذا الالبوم بقاو نجبدو ديما قال لي هذا الالبوم ديالك هو اللي كان شويه ولكن موراها انا بوبيت ودابا انت غارتي مني وبالبالم. ما غدوزش يومين الدراري على هذا الكلاس تاينوض خونا غادي يمسح داك الديسك الكلاشه فيه كندريك وغادي يعتذر ليه في واحد اللايف يقول لهم مورا ما جلستش داك الشيء ما فهمتي ما عجبنيش الحال داك الشيء اللي درت قال لهم ماشي انا هذاك الدراري بحال البلان ديال مالك ماشي انا. That shit don't sit right with my spirit, that shit make me feel. How many people think Kendrick Lamar is one of the greatest motherfuckers to ever touch a fuck? وقال لهم كنعتذر كندريك لامار وكندريك لامار واحد من احسن الرواب اللي كاينين هادشي قدام الالاف ديال الناس وعاد الناس كانوا كيتفرجوا بنادم الدراري كشكش وات ذا فاك يلاه غتبك هادي فين كتعتذر ويلي انا كنت باغي ندير فيديو على هادشي هذا ذاك الوقت وفاش اعتذر جي كول صافي قلت بيف ديال الكعكع دورت عيني مشيت صافي موراها غادي فهمتي غنتسناه واش دريك غادي يجاوب واش هذا شنو طاري شنو ما طاريش غادي ينوض العالم تنقول لكم العالم غادي ينوض ضد دريك دريك راه شو كلاش دريك هذاك عيق على دريك كاني ويس صاحبي كاني ويست ناض ستارت كلاش دريك هو دار ريميكس للديس ديال كندريك لامار وقال لهم فاك ذا بوسي شي زعما داك الشيء اللي دار جيكول قال لهم داك الشيء ديال الكعكع قال لهم جيكول كعكع بحال هكا قال لهم ابولوجايز تو كندريك فاك ذا بوسي شي او فاك ذا شي ما طراو شي بلانات غير متوقعين انهم يطراو في الراب سين تبلبل فحال هكا. غندير واحد الوقت مستقطع ونترجمو الناس اللي ماشي فهمو طبعا كما قلت لكم في راب يو اس بحال قلتي دابا ديزي دروس كلاش طوطو وحليوه وحليوه غينوض غيعتذر من ديزي دروس غيبقى طوطو راسو غينوض البيك تا هو غيكلاشي طوطو غينوض الكوزان كلاشي طوطو غينوض العالم غينوض اهلا كلاشي طوطو فاميليا كلاشي طوطو زعما بحال قلتي كلشي دار عليه. هذه غير بالنسبه للناس اللي ما تفهموش راب يو اس بحال نحطها لك في بريسبكتيف وصافي.
هاد العيبات الدراري للدرس خسرات على كندريك لامار الاجواء. دابا كندريك لامار ملي والو كندريك لامار بغى كلاسي بنات ناض كلشي ولاد دريك وكيجي كل اعتذر وكذا بحال اللي قلتي زينوا السيتوياسيون دريك. دريك ولا كيفان انه هو ضد كلشي وان في 20 بحال اللي قلتي هو طانوس والاخرين هم الافنجرز. دريك غيستغل هاد العيبه غينوض غيخرج واحد ديسك نتو بوش ابس ما غاديش يخرجوا غادي اليكي. كيفاش غادي يليك؟ غادي يسرب ديسك بالعين او ديسك تسرب. قالتش كيف لك ديسك لدريك تسرب دم كيقول سوت هاد اي اي ولا دريك لك قالت شي هذا وستارز حيت كلاش كان ناضي بنادم كون كان شوي كلاش عيان غايقول لك هذا ماشي اي اي كلاش كان ناضي فين كيعاير فيه ماشي غير كندريك لامار كيعيش فيه كاع هذوك اللي وقفوا ضده كاملين واحد واحد تيدور لهم تان 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 فيوشن مترو ذا ويكند الدراري تا هو كلاش صاحبي هذا ذا ويكند هو الاخر ويكند فهمتي بالبال غيكلاشي دريك الويكند تا هو كلاش هذا ولكن كثر شويه على كندريك فين كلاشه بواحد البلان دير تشوب دوغ اللي قلنا فهمتي الكلب الكبير قال لي فاش كنتي مع تشوب دوغ كان كيحيد لك كلشي كان كيحيد لك 50% كان كيزوق عليك فهمتي كنتي اي ديت كتلوحو اي بروجي كتلوحو كيحيد لك 50% ديال الفلوس بحال كيقول لي طيح وعطيني 50 تراك وعطيني 50% من داكشي اللي كتربح صوت ديسك كندير على اللعيبة كلاشي فيه كندريك top say drop you better drop and give him 50 you ain't in no big three scissor got you wiped down. دريك جبد مارش كندريك لامار وقال ليه خدنا حد دابا كندريك لامار مارشو شويه صحيح عليه قال ليه البادي غارس ديالي دايرين بحال مارشك حيت مارشك صحيح وطويله وطويله تو هنا فاش دار هاد اللعيبه هادي تما تيجينا انا فهمتي خونا فاك داب خونا فاك داب جبد خونا مارشو فهمتي وما جبد لك لامارشك الاول انت جبدتي لي مارشو اي واش قاعد ركراك. المهم ديسك تشبل بلا الدراري في كاع لي بلاتفورم تقريبا بوش ابس. ماذا سيحدث بعدها؟ كندريك لامار خد 17 يوم فين دريك فهمتي كان عاد على الطراولات والميمز كي كلاشي في ميترا وش يقول لي انت سكوت انت كتصاوب لي زين سكوت كلاشي في فيوشر فيوشر هو الاقل اللي تكلاشا ما تكلاشاش بزاف فيوشر تكلاشي في ذاك ريكروس ريكروس هو تكلاشي فيه اي سافراك كلاشا عاوتاني مترو فيوشر لحو البوم اخر تبل بلاد ذا ويكند تكلاشي دريك زعما فهمتي كانت ناضيه المعمعة يعني فهمتي كانت نايضه البلباله وكاين دريك ساكت وتيشوف حيت كندريك لامار كيما عرفتو مورا ما جاتو ديك الرايتر فلوك ومورا ما جاتو ديك سبيريتشوال سيت وكدا طفى الانستغرام ديالو دار فيه تصويرات احلى مابقاش كيخدم به طفى تويتر حتى هو طفى اليوتيوب مابقاش كيستخدم السوشيال ميديا قال لك صافي فهمتي خرج من ديك العواد صراحه هادشي اللي خصنا نديروه حنا كاملين السوشيال ميديا مابقاش يخدم بها هو غيلوح لك ديسك سو ما غيلوح والو يعني ما كاينش ديك العواد ستاريات ميم بحال دريك كدا ولكن السكات ولا لا السكات شي مثال على انه السكات ما كيبقاش ديما مهم مورا 17 يوم من ديك الكلاس ديال دريك غادي يخرج كندريك لامار وغادي يدير واحد كلاش من حيث لا نعلم من حيث لا نعلم مع العصر الصباح في امريكان غادي تلاه واحد الديسك سميتو ايفوريا. ايفوريا هي واحد الفيلينغ كيجيك واحد النس هو كتجيك واحد الاحساس زوين وفي نفس الوقت ايفوريا هي واحد البرنامج تلفزيوني فاسق المهم واحد تي في شو ما ننصحكمش تفرجوا فيه واحد من البرودوسرز ديال الشو كانوا دريك يعني الناس اللي صوبوا الشو وهاد الشو كانوا فيه دي سين ديال انهم فهمتي فيهم القاصرين هذا مع القاصرين ممارسه كذا كذا مع يعني البي دي اف ايليا. هاد التراك الدراري كان مبلبل 100% كندريك لامار 6 دقائق وصرف هو تي كلاشي في دريك بوعده ما تيجبد حتى واحد ماشي بحال دريك دريك كلاشا كندريك كلاشا فهمتي جا طاح واحد 40% لكندريك لامار وداك الشيء الاخر عطاه الرواب اخرين. كندريك 6 دقائق تيدوف على انسان واحد دريك انت هذا انت باغي تبان كحل انت ما كنتيش باغي تبين ولدك انت ما كتعرفش كيفاش تربي ولدك انت يا هادي انت يا هادي انت يا كدير هادي انت كلشي الدراري نخليكم شي نويطات مع الترجمه باش نتوما تكونوا فهمت تكونوا على القرص. I hate the way that you walk the way that you talk I hate the way that you dress I hate the way that you sneak this if I catch flight it's gonna be direct. كلشي غادي يشوف انه الديسك هذا كندريك تحدى فيه على دريك وصراحه انا كيبان لي نفس البلان انا كيبان لي انه هذاك الديسك من ناحيه البيف ومن ناحيه الكلاس ومن ناحيه الكذبه يعني شنو قال راه احسن بزاف من دريك ولكن دريك الكلاسات ديالو بجوج جاوني احسن من كندريك من ناحيه التمزاك والدليل هو انني انا فاش خرجوا الكلاسات ديال دريك بجوج انا مزكون يا صاحبي انا كنت مزك لهم كنتلاقاهم في ليزيش كنسمعهم لكن دريك كتسمعهم غير باش تشوف واه راه كلاسات انا اش قال لي انا اش جبد لي امو دري وفي ذاك الكلاس كان داك لامار قال لي فهمتي انت قلتي باك تو باك زعما فهمتي كتلوح وكتعاود تلوح لحشي كلاس وعاودتي لحشي كلاس في مورا يومين واخا نجيك للعيبه قال لي I'll give back to death for the record زعما انا غنرجع للعيبه الغد ليه الدراري كتلاه واحد فهمت انا باقي ما رياكتاش هذاك الديسك مزيان الغد ليه غتلاه واحد في الكونت ديال كندريك لامار غيتلاه واحد كلاس اخر اللي في التصويره ديالو كاين واحد الليغا ديال المايباك فهمتي ديال المرسيدس صافي مكروبي بين التصويره فهمتي كانت طايحه هذاك كان كلاس اخر لدريك غير هو هذاك ما كانش كلاس هذاك كان طعم دريك نفخ باش دريك يجاوب عاوتاني على داك الكلاس وداك الشيء اللي دار دريك طبعا فاش خرج موراها ديسك سميتو فاملي ماترز ولكن كندريك الدراري كان موجد ليه واحد الفخ. المهم ما علينا دريك غادي يسمع داك الكلاس الثاني لا كندريك والاول غادي يخرج ليه فري ستايل الفري ستايل صراحه كان زوين عجبني ميوزيكلي احسن من كندريك الدراري
ناحيه الموسيقى فلوس كذا احسن ممكن. الفان ديال كندريك لامار دريك احسن منه في الفلوس سيرينا دريك مو مزيك نقطه. ديك الفاميلي ماترز الدراري رجعوا ثاني كندريك تي كلاشي ليه في مارتو ديز ريسبكت 100% تي كلاشي ليه في مارتو كلاشي ليه في ولدو اش ممكن فين في ولدك كلاشي ليه في عائلتو قال لي ولدك راه ماشي ولدك راه ولد المنازه ديالك حيت ناسلك مع مرا اش واحد ديز ريسبكت الدراري بالباله. وكان كندريك لامار له واحد الالبوم شحال سميتو جود كيد ماد سيتي كان فيه تصويره ديال واحد الفان ديك الفان عندها كتسيمبولايز كندريك لامار شي حاجه ما عرفتش شنو صار عفلاتي ديك الفان كتسيمبولايزي واحد ليماج هذيك الفان عنده واحد سيمبول كبير عند كندريك لامار حيت كان ديال الولد ديالو فاش كانوا صغار وبلانات المهم واحد تشايلد هول ديال كندريك لامار ديك الفان بحال اللي جات طوموبيل العائله ديالهم فاش كانوا صغار. دريك غادي يمشي يشري فان كتشبه لهذيك ولا ما عرفتش المهم كتكون هي طبعا يكون هذا كتشبه لهذيك وبدا في ذاك الفيديو كليب تيهرس فيها الفيديو كليب داير عليك يهرس فيها وصراحه كان زوين الكلاس الدراري عجبني ديك الكلاس ديال الفاميلي مارج غير هو كندريك لامار كانت هذيك هي اللحظه فين غادي تشد دريك في الفخ ديال كندريك لامار شاف الكلاس ديال 6 اي ام ان ال داك اللي فيه يد وديك اللي كانت فيه ليغا ديال الميباك غير هو ديك الليغا كانت مخوده من واحد التصويره كبيره ديك التصويره غيديرها كندريك لامار في الكلاس الثالث اللي غادي يلوحوا 30 دقيقه مورا ما غيلوح دريك داك الديسك وات ذا فك خونا لا ابلود الديسك يلا فرحان هو اسران ويا كلاشينا يلا خارجي من الاستوديو 30 دقيقه كيبان لهم الاخر جاوبهم اصاح غير هو ابيرنتلي هذاك ماشي جاوب هذاك كان مسجل قبل ما يلوح دريك قدر ما يكونش مسجل انا كنقول لكم الاوبينيون ديالي انا كان مسجل قبل ما يلوح دريك كان هذاك الكلاس هذيك هي فهمتي هذيك هي النيل ان ذا كافين هذاك هو القنبله اللي كانت غتفرقع حيت كان موجه رساله للعائله ديال دريك كيدوي مع ولدو كيدوي مع مو كيدوي مع باه كيدوي مع كلشي دو مع بنت دريك اللي ما كايناش قال لهم انه دريك خبى عليكم ولدو المره الاولى دابا مخبي واحد البنت تاهي وبغات حتى واحد يشوفها بنادم استعصى راه عرفتي كي داير بنادم فهمتي الانترنت تويتر جرس الدراري انستغرام جرس كلشي كاع السوشيال ميديا بقوه ما الناس بوستاو على هادشي هذا دريك فين هي بنتك كذا هذه قال لهم انه هو فهمتي سكس ترافيكر بحال السيل ديال الخونة ديال اندرو تيت قال لهم كيعجبوه القاصرات بحال السيل ديال يوسف مون فري يوسف 45 لايفات ديسك الدراري كان ديسريسبكتفول ديال بصح ولكن ما قلت لكم داك الديسك كان مسجل وكان كيتسنى كندريك يجاوب لا حلي داك 6 اي ام ان لا قال لي واحد كلاش عيان يلاه جاوب عليه جاوب عليه غيهز ديك التصويره اللي كانت في ليغا غيوريه واحد التصويره كبيره اللي كانت فيها بزاف الحوايج كانت فيها ليغا كانت فيها واحد ريسيف ديال واحد ديال الجولري كان فيها بلانات كان فيها واحد العيبه كان فيها واحد الفانيد ديال حيت كلاس دريك قال لي انك انت ما كتريني ما والو مشي دير شي عمليه باش بينتي لي زافطو هذوك الفانيد هما دول اللي كيفهمتي كيعاونوك باش طيح الوزن وكدا بلانات المهم الناس اللي ما كيترينيوش وكدا وكيديروا العمليات باش يبينوا لي زافطو وكدا الشيء كيخصهم يصراو داك الفانيد دوك الفانيد كان فيه سميه ديال دريك اوبري جراهام ستار السميه ديالو كانت مكتوبه في داك الفانيد بنادم فهم والو صح من بعد غادي يخرج اك واحد اكبر انسان تيلحق دريك في العالم غايقول لهم انه ديك الاغراض اللي كانوا في ديك التصويره كندريك تخداو من السكاره ديال بوش دريك ماشي واحد تشفر البوت دريك السكاره ديالو وخداها لي حيت دريك كان تشفر شحال هادي في 2009 كان شي واحد تشفرو ونفس البلاصه اللي تشفر فيها دريك حل فيها قال لك كندريك ريستو وديك ريستو دوى عليها وتشهرات في الاخبار المهم هذيك الكلاسات اللي كيلوح كندريك الدراري اي حاجه كتقال اي ستار في حاجه واي حاجه كتقال كتبلبل في تويتر هادشي اللي خلى كندريك يربح من ناحيه الكتابه ومن ناحيه البلانت الكبير ولكن ميوزيكلي دريك كما قلنا شي قبال يعني هو كندريك لامار مورا ما بنادم رياكت على الديسك وكذا كذا فهمتي صافي عجبو الحال باقي بنادم يلاه كيتسنى دريك يلوح غادي يلوح لهم ديسك اخر الصان واحد الديسك صراحه وايدي والكوفر ديال الديسك شناهو استاذ هو الدار ديال دريك فيها واحد العلامات ديال واحد لابليكاسيون اللي كتبين لك السكس فهمت فهمتي بحال قلتي البيرفيرت ولا السكس اوفندر بي دي اف فايل المهم اي واحد ماشي هو هذا وعرفوه باش يحميو الناس منه تيديروا لك البلاصه فين كاينو بحال دابا الاف بي اي مثلا طاحوا على شي واحد مختصي بحق غيطيحوا غيدخل ديك الاب غتلقاه دايرين ليه في تليفون البلاصه فين كاينه المهم الدار ديال دريك دايرها ودير فيها بزاف الصال هذاك اكسبوزي فيك كتبد لي بلانات تقول لي الناس معاك في الاوفيو التيم ديالك وفيها بنادم صار سكس اوفندر فيها بنادم بي دي اف فايل انت هادي وانت كتجيب ولدك يكون معاهم وكدا هذا واحد اللعيبات الدراري ما يمكنش نكسبلين لكم هادشي نخلي لكم غير اللعيبات يتشافوا ولا بغيتو راه نقدر نرياكت على ديالك من بعد واي يو ترولين لايك ا بيتش اينت يو تايرد تراين تو سترايك ا كورد اند اتس بروبلي ا ماينر سو هادشي اللي طاري حاليا الدراري كلشي كيدوي على هاد البلان هذا اي ثينك كندريك لامار ربح الكلاس من ناحيه الكتبه دريك ستيل ناضي فهمتي واخا يخسر الكلاس شي بي دريك يبقى ناضي الدراري حيت خونا مو مزيك واحد من احسن الموزيك اللي كاينين كندريك
كيندريك راه تعدى عليه اصلا. تشدك لعيبه بدا انه يدير ترول وصافي بدا يضحك على الاستديو اصلا ما خلاهاش لي كيندريك لامار، قال لي ما تقدرش تبقى ترول، قال لي ترول لازم تبقاش خدام صافي. فاش يقول شي لعيبه كيندريك بنادم تيمشي معاه. طول بلان الدراري اللي كاين، نتمنىكم صراحه لكم شويه حسد الفيديو ولا والله باش بتلا جوجل. لا 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 كندوي انا تقول لك شي اللي شفت انا في تويتر واللي عارف الدراري هادشي. المهم هادشي اللي كاين، الى عجبكم بحال البلانات هادو خصو ديروا لايك سبسكرايب، يجي لكم واحد الفيديوهات مورا هادو صابروا ناضينا. يلا نشوفكم فيديو ان شاء الله. حيدري نتوما السطحي ما تبانيش في الوان شوت، نخاف تجيك الضيقة، هاك الفلو تجاوي قدي داوي بوتفليقة في وسط سويقة، اللعب عندي حاطو بطقوس، هاك دوا الموسيقى ما تيدورش في السوق البوغوس طوغو، من تيسع لي ما نشموش تنصومو، باش تقال بحالي ما يكفيش تحك في حجرك في رطوطو، النصوص حط في الراب شلا دوروس، أنتي خروطو كلامي تقيل عملة صعبة كيل أورو.